في غزة، وبينما تضمحل ملامح سكان القطاع مع استمرار الحرب لشهرها الثامن وانعدام أبسط ضروريات الحياة وانسداد الأفق، قناة العربية نقلت صرخة الطفلة رهف حسن التي تغني للألم والأمل والحب رغم كل أشكال المعاناة في صرخة للطفولة وسط مخيمات النزوح في دير البلح وسط القطاع. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربا في ربا والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى. هل أرى سليما مناما وغانما مكرما سليما.